قومي صحصحي، بدي احكي معك كلمة. شو قليلي؟ عم فكر بشغلة، يمكن تدلنا وين مكان ابوكي. صلاة محمد؟ انتي صحصحي وركزي معي شوي. اعتبريني صحصحت. شو؟ مريم ليش جايبتيني لهون؟ هلا بقول لك ليش تعي. معقول جايبتيني على بيت اسمع؟ بدك تذكريني بشي؟ عم حاول انسى روحي الله يسامحك. خلصنا بقى، اهدي وطولي بالك. هلا بتفهمي ليش جايبتك لهون؟ لا مريم ما رح اهدى، انا بالزور عم حاول انسى. بعدين انت مين قالك نحن جايين عندهم على البيت؟ لك شو جايين نعمل؟ هلا بقول لك تعي. فهميني هلا. لك خلصنا بقى يو، تعي هلا بتفهمي. وسهلا. من بعد اذنك حبيبتي، بدنا نسالك على بيت جيرانك، بيت شوكة افندي. ايه تفضلي اسالي. نحن دقينا عليهم الباب وما حدا رد. اسعد افندي وعصمت خانم ابنهم شريف سافروا من مده. يو شو هالحكي؟ ايه نعم. طيب بتعرفي شي لوين سافروا؟ هلا حسب ما دريت من امي انهم سافروا على مصر وفتحوا تجاره هنيك. خير ان شاء الله. إذا بدك أمي جوا بسألك ياها، هي بتعرف أكتر. لا لا خلص مو مشكلة، كتر خيرك. يلا بخاطرك. الله معك. ما رح تفهميني شو قصدك من هالسيرة؟ تتذكر يوم ما أسعد عمل عملته السودة هو وعيلته، أبوكي راح وحاول يقتله هو وابنه؟ بتذكر. ولولا ستر الله ولو ما تدخلوا الناس كان قتلهم اثنيناتهم وتعلقوا برقبته. إيه يا ريتو قتلهم وخلص العالم من شروره. فشو قلت لحالي؟ نجي بنسأل عنهم، بركي كانوا هنن ورا خطيفة أبوكي. معقول يعني؟ ليش لا؟ يلي بيطاوعوا قلبه يعمل هديك العملة بيعمل أكتر من هيك. يعني ممكن هو ولا ابنه خاطفينه لأبوكي مشان ينتقموا منه. مزبوط. بس قولي هلا خلص مشي الحال، يعني طالما طلعوا مسافرين برات البلد ما عاد ينشك بأمرهم. يا الله لا يردون. نحن لازم نعمل أي شيء، ما بيصير نضلنا قاعدين وعم نتصفن ببعض وأبوكي ما بنعرف وينه. بعت لي حمى علي، مستعدة موت بس أعرف وينه. أمشي. بس المخلوقة ماتت وشبعت موت. والله بعرف. أي مزعلك بتعرفي ليش عم تنبشيها لهالسيرة؟ بدري ليش، بس قلبي كتير ناقزني. قلبك ناقزك من وحدة صارت عظامها مكاحل. مو بالضروري تكون هي بذاتها. يو لكن مي، إذا جوزها بذات نفسه مات وأهل الحارة دفنوه بإيدهم، حتى أبوكي حضر الدفن. اسمعيني منيح، يعني ما في احتمال يكونوا ولادها هنن ورا هي القصة؟ ولادها؟ ايه ولادها. لك اختي ولادها كتير صغار. صغار ولا كبار، يعني بركي مزبطينها مع قرايبينهم، معارفهم، حدا بيمونوا عليه. لا أنا مالي مع هذا الحكي. ليش بقى؟ لأنه في كتير من الضلالية واللي ما بيخافوا الله، ولادهم طلعوا عكسه. بس أكيد مو خلفة هدول الجماعة اللي ما مرق على الدنيا كلها بغلهم وحقدهم. طيب وهلا؟ بدي أتأكد بنفسي. كيف؟ براسي موال. لمعات المحتسب، لمعات المحتسب، لمعات المحتسب. والله الاسم مو موجود سجل الوفيات. كيف مو موجود؟ السيرة انطبلت بكل الشام على أساس بعد عمايلها السودا مسكت وانشنقت. هلا انشنقت ولا ما انشنقت هذا الحكي ما بهم، يلي بهم إنه ما نوجد الاسم بالسجلات. شو مصلحتي أكذب عليكي ولا على الخانم اللي معك؟ طيب كيف فينا نتأكد من هالشي؟ طيب تتذكر وين انشنقت؟ لا مثل ما منعرف انشنقت بعد المحاكمة وبس. طيب وين المكان اللي انشنقت فيه؟ يعني بالسجن ولا بالمرجع ولا مكان ما توقفت؟ والله ما منعرف. طب هي وين مسكت؟ كيف يعني؟ يعني بأي محافظة؟ هون بالشام ولا محافظة تانية؟ هلا هي على أساس مسكت حوالين حمص، حما، هيك شي. هلا صار لي ساعة عم دور بسجلات الشام وآخر شي بتطلع ممسوكة بحما؟ إيه بس أنت ما سألتني. والله بدكم تراجعوا سجلات حما. هلا بدنا نطرق مشوار لحما لحتى نعرف؟ نحن مثل ما لك شايف يا أستاذ بنات وما بنقدر نسافر لهنيك. الله يخليك إذا بتلاقي لنا حل بلا سفر، لأنه عن جد كتير صعب. والله ما بيطلع بإيدي شيء، بدكم تراجعوا رئيس القسم يمكن يساعدكم. أكيد. والله ما بعرف يمكن. طيب ماشي، يسلم وشكرا. أهلين وسهلين. هلا بصراحة الموضوع شائك كتير وبحاجة لشوية وقت. قديش يعني؟ انتوا رجعوا لي بعد يومين ثلاثة. كون طلبت من المختصين يبحثوا بدقة متناهية
طبعا هذا اذا بهمكم الامر. والله بهمنا كثير. خلص ان شاء الله راح اعمل جهدي كله، بس يا ريت تتاسرع شوي لانه الموضوع كثير خطير. تكرم عيونكم، هذا واجبنا. ومشكور سلفا. ولو بدنا خدمه تحرز. يلا بالاذن. سلام عليكم. اهلا وسهلا، شرفتوا. الو استاذ معتصم، تعال عندي فورا. يا لطيف شو تعبنا؟ والله تكسروا رجلي. شو قصدك رح يساعدنا؟ ايه اكيد رح يساعدنا. وليش متأكدة كل هالقد؟ لأنه ما لنا عم نطلب منه بقرة جحي. بس بيني وبينك كأني حسيته يعني هيك مهتم فيكي. فيني أنا؟ ما بعرف، عم أقول لك حسيت. يا ريت تبدلي لنا هالحديث، نحن بشو ولا بشو لك مريم؟ خالتكم أم صابر عم تصح وتنحى لغياب محمد. إيه بعت لي حمى عليها معها. إيه كمان ما بدك لهالقد، ليك طبرية. شو ليك طبرية؟ هي ما صدقت على حالها أنت رجع من مصر؟ رجع حمل حاله وسافر على طبرية. قولتكم هالرؤية اللي شافها صهرك طلال إلها علاقة بقصة أبوكم؟ الله أعلم. بكره بيرجع محمد من السفر وبيحكي لنا القصة من ساسة لراسة. بتعرفوا يا بنات، معقول يكون الشيء اللي صار مع أبوكم مشان الزعامة؟ جايز. يبعت حمى لهالمنصب شو اجى منه وجع راس. لأنه لو مشان المصاري كان أبوكم عدا اللي خاطفينه المبلغ اللي طالبينه وانحلت القصة. إيه مزبوط. يا ترى مين ممكن يكون بالحارة حاسد أبوكم على منصب الزعامة؟ من الحارة؟ ما حدا من الحارة رح يحسد أبوكي على الزعامة. وانت شو رأيك مال الشام؟ ما بعرف. لك شو نسيتوا شو صار فينا وشو عملوا لمعات ومراد من تحت راس الزعامة؟ ايه صح، بس اتنيناتهم راحوا لرحمة ربهم يا مريم. يعني ما في احتمال يكون في حدا تاني بالحارة حاطط عينه على الزعامة وبده يبعد أبوكي عن طريقه؟ وينكم يا بنات؟ يي بعت لي حمى على عذابك. عذابك راحت. قبريني مسكي خالتي مسكي. قلت لحالي طالما عملت كاسه شاي لخالتكم مصابر، ليش لحتى ما اعمل شاي لكم تبلوا قلبكم فيها؟ إيه طب ليش ما حكيتي؟ كنت عملته براسي. لك حبيبه قلبي انا منكم فيكم، ولو هلا بدي اطلع عند امكم وخالتكم ام صابر ولي على قامتي. والله مقهوره على سفره ابنها. يبعت لي حمى عليها، ما نشفت لها دمعه، وان شاء الله بنشربها برجعه ابوكم بالسلامه. امين يا رب. امين. يلا شوي. لا تعالي مريم. ليك صالحة شو قاعدك برا لهلا؟ لك قاعدة مع خالتك أم صابر، خطي ما نشف دموعها من وقت ما غاب ابنها محمد. وطلال لهلا ما رجع، راح المخفر وما خبرنا شو صار معهم. يلا على السريع عجلي وبدلي أواعيكي مشان ما نتأخر على رئيس قسم سجل النفوس، عندنا موعد معه. شو نسيتي؟ مشان هيك مناديتي لي. إيه شو نسيتي؟ لا ما نسيت، بس مالي رايحة. بدك يعني روح لحالي؟ لا أيوه، روحوا اثنيناتكم مع بعض احسن. شو رايك تروحي انت معها؟ شلون بدي روح معها وانا بطني قدامي على الدوائر الحكوميه؟ ايه خلص معناتها سكروا على السيره، مالي رايحه. ليش بقى؟ لانه اللي عم تحكي عنه رئيس قسم النفوس واحد قليل ادب. شو عمل؟ ليلى، ليلى شو عمل؟ يو ما عمل شيء، الزلمه كثير محترم، بس لاني انا قلت لها للخانم انه ها حاسسته معجب فيها. بس؟ ايه بس. وظريف ومرتب؟ عم اقول لك الزلمه كثير محترم. ايه شو عليك اختي؟ بتصيري حرمة موظف حكومي قد الدنيا. انا كم مرة قلت لكم ما بدي اسمع بهالسيرة؟ قولي على قامتي، حتى بالمزح ما عم تقدر تسمع هالسيرة. ايه ما كان في داعي لهالحكي انت الثاني. ايه بس انا عم بمزح، والله عم بمزح. شايفة شو صايرة صعبة؟ حتروحي لحالك؟ لا، رح اخذ معي جارتي اميرة. ايه منيح اذا هيك. يرضى عليكي انت، خليكي جنب خالتك ام صابر، اختي لبين ما نعرف شو بده يصير مع ابنها محمد. لا تهك ليها. لك امي شو حكيتي انت وياها مع اختكم صالحه حتى طلعت لبرا عم تركض مثل المجنونه كش برا وبعيد؟ شبكون؟ ليش ساكتين؟ شو قلتوا لها؟ هالشيء اللي عرفته بطرقي الخاصه، لانه معلومكم هذا الموضوع مو من اختصاصنا. وبصراحه انا تدخلت للهفتك ولهفت ست اختك اللي اجت معك بالمره الماضيه. شكرا كثير لك. المعلومات اللي عندي بتقول انه لمعات المحتسب انتقلت من سجن حما من مده اسبوع. شو هالحكي؟ ولوين نقلوها؟ اكيد على الشام. وقدرت تعرف اذا هي عايشه ولا ميته؟ يعني منفذ فيها حكم الاعدام ولا لسه؟
هلا طالما نقلوها لهون فالمفروض يكون تنفس فيها الحكم. طيب كيف فينا نتأكد؟ هلا كمان هذا الموضوع مو من اختصاصي، بس لو بتريدي ما في مشكلة، ممكن اسأل. يا ريت يا سيد هاني. تكرم عينك، إن شاء الله ما منقصر. ما عرفتينا على الست؟ أميرة جارتي ومثل أختي. أهلا وسهلا، تشرفنا. تسلم، نحن اللي تشرفنا معرفة حضرتك. صحيح، ليش ما اجت معك الأنسة صالحة؟ هو صالحة بصراحة ما قدرت تجي لأنه عنا عزيمة بالبيت. أماني بلغيها تحياتي. خلص أكيد بيصل. بدي أسألك كمان شغلة، أنا لهلأ ما عرفت جنابكم لا من وين ولا من أي عائلة. نحن من محلة الأنوات، ووالدي بيكون أبو طالب زعيم الحي. والنعم والله، شرفنا. يزيدك شرف. يلا بالإذن منك. أهلا وسهلا. شكرا كثير عزبنا. شرفت ولو. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب، ببكوتي ونوحي تهون علي الصار. روح يا ريحان سلم أحباب القلب. لا